تصدرت عملية احتجاز الرهائن هذه في أوكرانيا أمس جميع وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وباتت حديث المتابعين للشأن السياسي وحتى غير السياسي، وذلك لغرابة طلبات الخاطف التي تحقق واحد منها وكان كفيلا بإنهاء عملية الاختطاف هذه. هذه الحادثة وقعت أمس في مدينة لوتسك غربية البلاد، حيث احتجز رجل مسلح أطلق على نفسه اسم ماكسيم بلاخوي بمعنى السيء من اللغة الأوكرانية والروسية، هكذا سمى نفسه. قام باحتجاز 13 رهينة داخل إحدى الحافلات بالمدينة، وقام بإطلاق النار باتجاه قوى الأمن ولم يصب أحد، ورمى أيضا قنبلة لم تنفجر خارج الحافلة. هذا هو الشخص. الوضع زاد خطورة في هذه المرحلة، وعقب ذلك احتجاز استمر لساعات، نتحدث هنا عن 10 ساعات تحت الشمس الحارقة. وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية في حيرة من أمرها، إذ لم تعرف مطالب هذا الرجل بالتحديد لوقت طويل، كما أنه اسمه خال من أي ارتباطات بجماعة إرهابية أو حركات انفصالية مثلا. الأمر بقى غامضا وغريبا لساعات، حتى قرر محتجز الرهائن أخيرا البوح بمطالبه بعد أن اتصل به رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي مباشرة ليستمع بعدها إلى واحدة من أغرب الطلبات التي عرفها التاريخ الحديث. فماكسيم السيء المحتجز الخاطف كما يسمي نفسه طلب أن يتم نشر فيديوهات لمسؤولين أوكرانيين كبار وأن يقولوا فيها نحن إرهابيون يحميهم القانون. أما الطلب الثاني فكان أن يسجل الرئيس الأوكراني فيديو صغير يطلب فيه من الناس مشاهدة فيلم أبناء الأرض، هذا اسم الفيلم الصادر عام 2005، وهو ما حدث على الفور، إذ سجل زيلينسكي الرئيس الأوكراني هذا الفيديو ونشره عبر حسابه على الفيسبوك. نتابع. فيلم زيمляне 2005 года. Смотреть всем. فيلم زيمляне 2005 года. Смотреть всем. القصة انتهت بالإفراج عن جميع الرهائن بعد أن قام المختطف بتسليم نفسه. أما الفيديو الذي سجله الرئيس الأوكراني، هذا هو الفيديو، فقد تم مسحه بالطبع من صفحات الرئيس الأوكراني على السوشيال ميديا. لكن السؤال الأبرز كان ما هو فيلم أبناء الأرض الذي شدد محتجز الرهائن على مشاهدتهم. الفيلم ببساطة هذا هو الفيلم، هو فيلم أمريكي وثائقي تم إنتاجه عام 2005 ومدته حوالي 95 دقيقة، ويتناول مشاهد استغلال البشر للحيوانات في التجنين والترفيه وإنتاج الملابس والطعام. ينضم إلينا الآن من كييف الكاتب والباحث السياسي يحيى خربطلي. سيد يحيى أهلا بك معنا. حادثة وصفت فعلا بأنها غريبة إلى حد كبير، احتجاز الرهائن في التاريخ الحديث تحديدا هذه الحادثة. بداية، كيف تفاعل الأوكرانيون والصحافة الأوكرانية مع هذه الحادثة؟ بالواقع ليس عندي المزيد أن أضيفه على الذي تقدم في هذه النشرة، لكن فعلا الشرطة الأوكرانية أثبتت جدارتها بالتعامل مع مثل هذه القضايا، ومباشرة أرسلت قوات من الشرطة لتطويق المنطقة، وأوصلت الخبر إلى وسائل الإعلام لتضع المشاهدين في صورة ما يحدث هناك، علما بأن المحتجز أو الإرهابي الذي احتجز الركاب كان يحمل تليفون ذكي وكان يتابع الأخبار من خلال هذا التليفون. ومع ذلك وطلب وزير الداخلية أرسينا واكب من المراسلين والصحفيين بعدم طرح الأسئلة التي ممكن تؤثر على سير عملية إخلاء سراح المحتجزين. فعلا الشعب الأوكراني يوم أمس كان كله مشغول، جله مشغول في هذه العملية وكيفية إطلاق سراح المحتجزين. وهناك معلومات سيدي حضرنا المقاطعة الآن شيئا فشيئا تظهر حول هذا الموضوع، هل ظهرت تفاصيل أخرى حول هذا المحتجز إن كانت له أي سوابق أو جرائم أو سجل جنائي من جهة؟ وأيضا هناك حديث بأنه قد يكون معه من شاركه في هذه العملية أو مساعد أو أكثر من مساعد. نعم، خلال التحقيقات ظهر بأن له مساعد موجود في مدينة خاركوف والتي تقع جنوب شرق أوكرانيا،
وتم القبض عليه وكان بحوزته أسلحة ومتفجرات، واعترف بأنه شريك لهذا الإرهابي في مدينة لوتسك. نعم، هذا الإنسان له سوابق في مع الشرطة ومع القانون الأوكراني، حيث أنه ارتكب عدة جرائم، منها حوزة سلاح والهجوم على الممتلكات الخاصة والعامة بهدف الحصول أو السرقة والنهب، وتم احتجازه لمدة حوالي 8 سنوات في السجون الأوكرانية. وخلال هذه السنوات، يجب الإشارة أن خلال هذه الـ8 سنوات التي قضاها في السجن، قام بتأليف كتاب سماه فلسفة المجرم، التي تحدث فيه في هذا الكتاب عن وجوده أو تجربته في السجون وسط السجناء الأوكران، إن كانوا من المجرمين السياسيين أو من المجرمين. ولكن المثير للاستغراب هنا سيد يحيى، عذرنا المقاطعة، هو المطالب، يعني طلب من سياسيين أن يقوموا بتسجيل فيديوهات، وهناك كان طلب تحديدا للرئيس الأوكراني وقام بتنفيذ هذا الطلب، وأن يقول الرئيس الأوكراني بأن على الجميع أن يشاهدوا هذا الفيلم أبناء الأرض. ما قصة يعني هذا الفيلم، ولماذا طلب تحديدا يعني هذا الفيلم؟ هو في البداية لما أعلن عن احتجاز الرهائن قال بأنه مجاهد ضد النظام ويحاول أن يحافظ على حقوق الحيوانات، أو مجاهد لأجل عدم معاملة الحيوانات بقسوة. فلذلك طلب بالتحديد عن هذا الفيديو، وسبق وتذكرت بأن هذا الفيديو يتحدث عن استغلال الناس للحيوانات، الأفلام التجارية، وبالتالي لذلك كان هذا الطلب. وفعلا هو مستغرب هذا الطلب، ولم يكن له طلبات أخرى. عدا عن ذلك طلب طبعا من كما قلت من المسؤولين الأوكران بالإعلان عن أنهم هم المجرمون تحت القانون في السلطة الأوكرانية. لم نسمع عن تجاوبهم، هل تم تسجيل أي فيديوهات من قبلهم سيد يحيى؟ يعني تبعنا فقط بأن الرئيس الأوكراني هو من لبى الطلب. لا 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 لا، لم يتم تسجيل ولا أي مقطع من الفيديو من قبل المسؤولين، عدا عن الرئيس، وكما قلت بعد تحرير المحتجزين قام بحذف هذا الفيديو من حسابه على الفيسبوك. طيب، برأيك لماذا قرر الرئيس الأوكراني أن يلبي هذا المطلب؟ يعني هناك من يقول بأن تلبية مطالب من يقوم باحتجاز رهائن قد يشجع أشخاص آخرين على القيام بأعمال مماثلة. سيدتي، كما سمعنا بأن هذا المطلب كان غريب فعلا من أساسه، وطالب فقط بإعلان الرئيس مشاهدة هذا الفيلم، بحيث واعتبر الرئيس بأن هذا المطلب لا يشكل خطر على النظام الأمني في أوكرانيا، فلذلك ولتجنب وقوع ضحايا في هذه الحادثة، قام بالإعلان عن مشاهدة أو طلب من المواطنين بمشاهدة هذا الفيلم. كما قلت، هذا الطلب لم يكن يشكل أي خطر على الأمن الأوكراني، فلذلك قام الرئيس الأوكراني بتنفيذه. الآن هناك تحقيق، باختصار سيد يحيى، ما هي العقوبة التي قد تكون في انتظار هذا الخاطف أو المحتجز؟ بتقديري لحد من 5 إلى 8 سنوات في السجن. شكرا لك سيد يحيى خربطل، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من كييف. مستمرون معكم وتتابعون بعد الفاصل. هدية اللي عملوا فيها الفنانة التونسية أمان السويسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها تعرضها للضرب في تونس.